إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ومكرك على السماء. وحن قصود حجرني كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب الخوف من الشرك. وحو بابي هاي شرك غين لقبق ما دام خطرتي سأي بدنت هاي وقفكي شرك كل انت إلها، كما قلنا سبحانه وتعالى أن لو دم بدافين وأسغي النار اسمه هران أيت هاي مركا شرك غين لقبق ولقدك تونادو مارتي آدل وقفق هذا إلهينا لقبر سبحانه وتعالى إنه سنقرهين. باب الخوف من الشرك، شرك إن لقبق أي أبابي مارك باب كان باب كورا على قدعو للي وحوي قفك ما دام لي قفكي توحيدك حقيقي وأهل الجنة توحيدك حقيقتي سنة وحيكو حرانتا هاي إن شرك بري لغا نقضى سبحانه شرك إلهي بري لغا نقضى إله إن لو شريكيه إن بري لغا نقضى مركا ما دام الشرك أو مفسد أوي هاي وحق الرباية أوي هاي إن مركا لغا بقى أو مركا لغا دكتوان هذا. باب الخوف من الشرك، شرك لغا بقى ولغا دكتوان هذا أسبابتي أو كاغفو قان لها شرك قونا لقاتوه. إيه وقول الله عز وجل مركو أنا جنير وقول الله عز وجل معنا وحوي آياته وحوكوا ذا إنه باب كان أدلي شذو ودليل أقعد دكتور إن شرك على قبق ولا قد دكتور هذا مركو أحد ما دائني في عينه هذا. قال الله تعالى سي آياته إمارة الدليل أقول نقطه ترجمة ذا باب كأقول فيه. وقول الله عز وجل على قول كيسوير إن الله الله لا يغفر ما دافه أن يشرك به إن لو شريك يا شرك ما برد عفوا هذا سقف أنتم نالي أو سكتوا بتكلي ويغفر وورع فما دون ذلك وحي شرك كسرك أذنوته لمن يشاء عدي أو رب هذه أو توبة كان دوالا قرافة هذا سن حتى توبة كين ما دام الدم بيجس ومن الشرك جار في سنين الله سبحانه وتعالى وورع فكرة هل كواحد فهم يسا مركا شرك في الحمد يسئ الدم بيجس إنه آد يأد وينها سواته شركه وحوي عدالة نمبو كسوهر جيدة سيدنا سببته وظلمه كان أبوين وحوي ووحن إسقا ذكر إن ليسوا للسروا إلا شركه معنا وحوي الله وحي وإسكالها إياد مخلوق سينيسا مخلوق قبل أن تذكر قادة إياد أن لكو شبه مخلوق عاجز كها ومحبق بسنكرين أياد إلهي ملقها وقادرك ووحل بأوذي أياد مركة كوشة بهذه مركة مركاسة حقي الله أولها باسي سيادرك وظلمي كالأبوي إن الشرك لظلم عظيم صوت الظلم وحوي وضع الشيء في غير محله شيء أوبوسكي سأن مناسب كأن كوهين إلا دجيوه مركة شرك قساس وحويه وحوي إلهي باعتك الله سنة سيدة الأويري الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إلهي عرك لك أبو ري وإفتينك مقدقة مارك أبو ري يا مهاز كده أيضا الله أساس وخلقها وحل الآن لاركين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كوا قال ذا ربي قوة أي ما أنت مارك يسا وحيكوس أي لسنا يانو أسنامتو ذي إلهي بالله كيسينا هذا عدالة ما هنمرك الله سبحانه وتعالى مخلوق لأكيسينا وحوى حوى حقك بحسوني
سيادرت قفك مارت مشرقا ما استاهله إن مارت لو دم داف سبته وحان شقو اي مصلحة اوصن اقول جرين ايو لح قالي الهي بو اله نمذي كلا ترتمي اما عيد كلو لا ترتنسيه مرك مرك قفك مشرك دم بي وين اون لدافي كرين بو قالي والعياذ بالله آيات وحاك الله كسوغان ردين خوارجتا يمعتزلة للردين ايو سبته وحليين خوارجتا معتزلة قفك دو كبائر او كلعه لازم وإلا عقابه خوارجتا وحليوا مخلط في النار نار تأيو كواريه معتزلنا وحيليهن نارتا وكواريا لكن وقال مؤرنين ومسلنا مؤرنين مركوا عزكم مدوين سببتا وحيليهن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحلو يقف في كتوبتك يقف في كتوبتك أنا أتائب من الذنب كمن لا ذنب له هو. يا الله سبحانه وتعالى من نديسي قلديس وحي قارتي قف ذنب سمايه أن كتوبتك هدي أورب الله سبحانه وتعالى إنه أدم دافك نعم مرك مشركين ترى يمرجي أذنا وحواي آيات رد بيكتهاي وشرك جسك لحساب كحسن أيوه ومع ذلك خير رجينا إلهينا وكدي قول سبحانه وتعالى وحوله هاي مرك فيها قول إبراهيم أئف كان آلهة دون الله تريدون بين لا أبورتي وإلهي البين نياد ما أنت مركز إله كدقنا سأضربتها هدنا وأسلف يا عنتين وخير رجينا يسال فما ظنكم برب العالمين لم حد كسوغيسا ما كان انك شركي الا اوغو دوادي اي هادنا خير كسوغيا وحاوي واقف انت بمبانا اسكو قرحي هادنا داهي مارتي سمدا روب يسو دينيس فما ظنكم برب العالمين افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء قالوا ما وحي املينايان او الهي سكديس اولياء سمايستي ان سودا لوغو جيعليو لو برواقينا marka wax khatar way qofka intuu dambi iyo macaasi iyo shirku ku dhex jiro awliyaanaha iyo kan inuu yiraahdo asagoo meena isku qarxinayo waa khatar weyn waxa kale oo khatar marka dadka muwaahidiinta laakiin mudniminta ayada ay la kufrisiyo ahlu sanad waxay waa wasad way dhaxdhaxaad marka aayada marka waxay nasuusisay shirkiga xuduuradiisa oo ah inaan la dhaafeyn sababtoo ah dhulmi iyo jariimo midka ugu xun weeyo عليه خالقها يا المخلوق أنت سوقت ألا أكتشف هذه وقال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحوله معنى إلهك صحيح كذا وقول الله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وجنبني إله يقفقي وبني أن يعرفت إذا نكلفقي أي اجعل أن نعبد الأصنام أصنام إن نعبدنا نكل إله الإله مر نبا أكتي نبا أن يعرفت إذا إن الأصنام إلالنا والعابدنا إلهنا كلا إلال أي اجعلني في جانب واجعل الأصنام في جانب عبادة الأصنام في جانب أنا قلنا إن أعفقوا إيجي أصنام تعابدتك إن أعفقوا أنا يشرك إلهنا كلا نهاري مركب حتى ميسا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام سوء قد ذلك التوحيد إيا أصنامت إلا عابد إيا شرك إيا مظاهرتي سوء قفقاني سوما مركض وحال روى نبقا وحلو وحيودي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم دينة النبي إبراهيم راع دينة إبراهيم وحواي توحيد وكل سنتها نبقا عليه الصلاة والسلام توحيدك أيها مركض أسيدة وحوجي إلا ذا نواء الشيخ وحيو رب إنهن الله كثيرا من الناس أمد بذن إباغيه هذا يقول أن الشرك وخدر وكجر سبطه الشرك ماذا يددك أسلاما عابدين وكماذا يددك أهواء بنا نعبدنا كما رهايان أوليان حسينا أوليان بركي سنينا دتكونا سنان بركي سنينا خيرا دوننا أكلي قفكي مركب حوي باب كاسا لغدغي موسيق انت الله قراعه إيا أناشيد وعطر إيا مارت مريح حرحنا الله قراعه وقبورتي لقرحي ووحي أساقنا ومرقامة قفكي مسكين كعقل مال هذا واحد أركيس أسوحي عابدي ومارت وحي كدب أردي وحونا إسو هايستا إنه مرك الدين ليه، مرك أمه ليننا، نك أسلم كعبده سلم عن عبده كماله، كان قبرك عبده قبرك عبده كماله، مدلبا وحلا إلهي أن عبده ندت كان وبركيسي وكل دجالنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ساسو مرك شرك وكوسة دجاليا، سوما، أما أهوائي وحيا لباس وكوسة دجاليا، مرك أسقط نبى وإنا القف وجن آدم قتيل، سيدا قبر ومارتي بكارة.
oo sharab la sidee rag ay uga cararto iyo foolxumadood iyo maaragtay wasqaanimadood si uga cararto qofka muminka waxaa la rabaa shirkiga inuu uga cararo aad iyo aad uga digtoonaayo marka ibraahim waa ka muuqata sidau isaga dhan uga dhaka faarsan yahay shirki iyo meesha uu ka joogo wajnubni ilaahu iga fogay meel fog iga geey iyo wabaniya caruurteydaba an nacbud alasnaam inaan asnaab caabudiyo aniga caruurteyda ilaahuna kala dheeray shirkiba agteedaba soo marsiinay maxaa jira rabbi innahuna adlalna kaiira min annaas dad badanay dhumiyeeno si hoosgelisaa lagugu soo gelinaa marka haddii ibraahim oo maqaamkaa jooga oo sidaa shirki uga baqay uga fogaanay ugana alla baryanay famaa baalu kayri dadkii kale maxaad u malaynay marka shirkiguna si khatar ayuu kugu soo gelayaa magacyaal badanaa loo bixinayaa owliyaad xusaysaa lagu leeyaha khayraa ka shaqeynaya lagu leeyaha karaamaat lowliyaa waxbaa marka lagu waxaynaya wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa xadiidkan axmed iyo keyrkiisa wariyey ma garat min xadiid waxay ka wariyeen maarat yani ibnu jariir ibn abi xaatim axmed iyo keyrkiisa wariyey min xadiid yani maxamuud bn maaragtay maxamuud bn labiid nin la yihaahdo saxaabiya ayay maanta ay ka wariyeen wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa akhwafu maa akhaafu calaykum waxaan inkugu baqayo waxa ugu badan waxaa weeye ashirku alasgar waa shirkiga yar wey fa su'ila canhu waa la weydiiyo faqaala wuxuu yidhi arriyaa-u waa shirki waa istustus qaaluu waxay yidhaahdeen wama shirku lasgar yaa rasuulla qaala riya qaala yaquulu llahu yowma alqiyaamati wuxuu leeyahay sharaxay ku taallaa idaa juuziya annaasu biacmaali ha yaquulu llahu yowma alqiyaamati wuxuu oranaya idaa jaaza annaasa dadka haduu u jaaseeyo biacmaalihim qof walba camalkii khaaliskaa markii loo jaaseeyo idhabuu ila aladii kuntum tara'ow fi dunya kuwii aada istusayseen adduunyada aada fanduruu bal eego hal tajiduuna cindahum jazaa'a wax ajara iyo abaalmarin ma ka helaysaa hata aakhara waxaa weeye yowma laa tamliku nafsu linafsin shay-an waalamru yowma idin illah marka cid wax haysata oon allah ahayn ma jirto marka jazaa xaggee laga helayaa marka nacam marka maxamuud ibnu labiidkaas nabigu u arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna dhintay sanadku markuu ahaa 96 hijriyadii isagoo maaragta yacni 99 jira nacam 99 jir ayuu isagoo yaraa nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam marka taa waxay ku tusinaysaa marka shirkiga in laga fogaado iyo khatartiisa sababtoo acmaalaa samaynaysaa hadhow waxaad isleedahay camalkaagii marka beri u hoyo oo maaragtay wax ku dheef hadhow marka camalkaagii wuxuu noqonaya lama arko wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu canhu anna rasuula llahi sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhinta wahuwa yadcuu isagoo caabudaya min duuni illaahi ilaahay sokadiisa niddan isagoo maanta ma arkaysa ilaahay wax la mida wuxuu ilaahay ka mid dhigay oo ilaahay uu maaragtay la mid dhigay caabudaya dakhala annaara naartuu galay rawaahu albukhaariyu bukhaari baa wariyey xagaa xadka dugsiga aada moodaa inuu aada ku tashwiishinayo macalinka waxaa fiican xoogaa ardada codkooda xoogaa hoosa dhigo nacam qofa loo diro xoogaa hoosa looga dhigo وعن مسعود وحال قولي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير من مات قفك إذن توه يدعو أسوى عابده من دون الله ندا إلهي سكدي أسوى عابده دخل النار نار توقلا رواه البخاري مرك الندك وحوي ووحي إلهي لقشبه سبحانه وتعالى سيدا الله يريه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى وحمده أسميننا adinkoo maanta ma arkaysa og oo garanaya ilaahay waxnida ha u samaynin marka ibnu qayimna arrintaas waa uu sheego shirkiga laba qaybood wa shirki akbar iyo shirki asgar ah marka abyaadda hoos ku dhigan safxada 75 wuxuu yidhi washirku faxdarhu fashirkun daahirun dalqismu laysa biqaabili lgufraani wahuwa itikhaadu niddi lilraxmaani ayan kaana min xajarin wa min insaani yadcuuhu aw yarjuuhu thuma yakhaafuhu
ويحبه كمحبة الديان والشرك شرك فاحذره كدكتونا وعلى بقى يبوذي فالشرك ظاهر مد ظاهره وين أجل ذا القسم مد كأقيم تاسي ليس بقابل الغفران مد المارك دمداف قبل كرمه وهو كاسنا اتخاذ الند إن ند لو سمايه يوحك فعل الرحمن أيا كان وحك سبها هذا مد كاسي من حجر ومن إنسان أما دقح أما إنسان أما قبري هل لو سمايه يدعوه وبريه أن وعد العبادة وكوترنية أو يرجوه ورجينية ثم يخافه كبقية ويحبه وجعلها كمحبة الديان أنت سواء وعد العبادة أنت كبر أصول ثلاثة خوفك يرجاء دي يمارة تعظيمك يوحى صورا ومارة يعني الرمي أكل يدعوه وبريا أو يرجوه ورجينية ثم يخافه وكبقيا ويحبه ونجعله كمحبة ديان عام حال عن عقل وصبحه يا مع أكثر ما أنا مقدم حنا وصبحه يا حال وعن المسعود رضي الله عنه حلق وري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير من مات وحير قفك إذن توه يدعو أسقو عابده من دون الله إله سكدس ندا أسقو ند عابده دخل النار نار كبيرة إذن هذا الشرك كل حجرته وقت أو موت كو إيمانه ما قرن كرت سوما مرك أذيق وحير كل حجرة موت كو إيمانه فرام النار تقول يا منك بحي مرك وح نار تكبو وارنه وحوي مرك إن آذ لو قد دكتون آذوه ولمسلم وحاوسنا ذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر وجابر بن عبد الله بن عمر بن حرام عياله هذا الأنصاري ثم السلم وصحابي جليله أسقي أبيه سبأ بل وحو كمدي هاي السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم تضبط النبي حديثك بدن كوارث قفك حديثك أو كن أو ضعفه وحال هذا مكثر صحابة مركو كن ضعفتي أسحاديثه وأصدح أنصاره جابر كان أنس بن مالك أبو سعيد الخدري سما إيه صدح قرشيين وعائشة رضي الله عنها عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر بن الخطاب إيه أبو هريرة الدوسي وهو من أكثر الصحابة حديثا أصدح أبو حديث بلا مركة دواها صحيح المكثرون ورجع حديثك أي نبغي أي كوريان كن أو ضعفيه يكون أي ضعفه تاس مرك رجع سكمله أبي سنا وحوي وعبد الله بن حرام وحكمله النقابذي نبغي عليه سنا بيعة العقبة كل بايع كل مبايع عذي تاسنا أي سبب إيه المدينة إنه نبغي صحاب سهاجرة عليه الصلاة والسلام رضي الله عن الصحابة كبعد إنه أحذو كل إنتي وسبو شهيدة مرك مركي أي ولاشي سيو إذا يولكي سجابر أيوه النبي وحير عليه الصلاة تبكيه أو لا تبكيه أما أوي أما هو أويني لا زالت الملائكة تذله بأجنحتها مركب ملائكة تبقى هرين يسميه مركب فضل قاريك قاري أصوه ننفاض مركب أصحاب من أصحاب رضي الله عنه ولمسلم مسلم وحوري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري من لقي الله إله يقفك إلا كل ما لا يشرك به شيئا أصوه إله أسر يليني دخل الجنة جنة يوغليا ومن لقيه قفك لكل من يشرك به شيئا أسقو ألا أسرقيا لينا دخل النار نار توغليا مارك الشرك هدوء كلنته وعلى عمه نار توغليا منك صباحا ثم أما قفك موحد هديه هدي مقتصد ويها مسابق بالخيرات ويهانا وحاوي مارة الجنة ظهرك القليا بدون عذاب هدي أمرك أهل كبائر توي هنا هدي الله سبحانه وتعالى أودا فنا وأهل كرا هديك المرك دم بيجي سلقو جويو جنة أم بالجلني يا مر إلى جنة هنا قريب بدون عقاب وحساب نعم مركا تامرك وحكو تسنى شرك وخطو ورد أولي سو تهداد مطلب بسكتة أدكو لحجرته وقتك استأي جيرد فوق إيمانك
geeri marka kugu timaadana naar aan laga bixin markii ay isku bacdaadi karo marka isku dhigi karo maanta marka waxa ugu xun dadka shirkiga iyo ilaahay geerki inay bariyaan iyo balaayada difaaci oo tooxidki la dagaalamay dadkaas maarka khatar ay ku jiraan aad iyo aad khatar yihiin adduunka waxay ugu necban yihiin tooxid iyo khayr laga hadlo xaalkoodu waxa way ku ilaahay yiri وإذا ذكر الله وحده اشمأزت الله كل يهدي الله حسوا هلا عابد اللي يراد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة كوا قلب آخر عن رميسنين وإن نعيها وإذا ذكر الذين من دونه إلهي وحن هدي الله شيء في عباده يتعظيم كوذ يمارته هم بالين تودنا إيه إذا هم يستبشرون بشارة السماء قفك موحد كوحوك راح يستوحيد الله أمان يتباع سنة عليه الصلاة والسلام هي خير كالغا شيخ قفك خرافي قانا وحكو شيخ كذا قطبقا وحمام يغوث أعظم يمدد أولياء الله وحاسو كراحي نعم لكن خسارة وحاقبة ضد هذا التوحيدك ونسبة الشيخاني مركي إرداه انتيس استعداد توحيدك يكتبتي يددك يعلم ماذا يكالهور استعداد وحالك أو نقضه سيدي مارك يرمونك قريشها النبي عليه الصلاة والسلام تذكر سوى قلية انت داري خصي استيقان لسك جدان مارك محمد ايو وددك الدوفسان ايو ساحرة هجي ددك علماء دروس تقدرة والله العظيم شبه وضواء تاسوة ميل توحيد الدين لغو اخرين قفك انتو اللوقيال كاستيقان لسك كتبتي توحيد كعلا او علماء عاي اولاك هجي والله صفات وضواء سياسة وقالوا شام ابا وحكا ساكو حجيست فما وطريقة دي سوفية دي خرافينتي قف سنة قاية وحبكولين بدعي فما حتى لو حصاب حيث قفك علماء ذا الدين تأخرنا تفسيرتي يا حديثي أمد إلهي كبقل إن إرادوا مبتدع انت أصحابه يا عجل ذو يا بلاي يا مارة اللقلوق للرهدي تتكاس إلهي كعب صدين ولقل ما والله الحديث قفك لن انتو وحا وجه سكم ذو ذو أو باب أو oo asaga dhan waxa uu noqonaya maanta ma arkaysaa qof aad moodo maanta inta ugaar u baxay ee asagoo ooman ugaarkii dishay ee biyalaan ugaarkii cuno aqsa u dhimanahay soo luxumta culimada iyo ahlu khayrka u cunay haddii xaalkooda u fiirsana wallahi xaalkoodu waa saas oo kale ilaahay ha ka baqeen ilaahay ha ka baqeen ilaahay aan ka baqno subxaanahu tacaala xuquufkiiba culimada wax u faa'iideen ummada ummadiyan lagu diray أقول وقادي عبد طريق لما واقع حمتها سمعتوا علماء ذلك الله الدين تبرها هدي علماء ذي أمدي لك لقوي والله وقادي عبد طريق ما مدي أقوحه تذكر نوع عاصة وقالان هدي سن كتوبت كيلين والله سيدي وقود عيسى نبو إلى عليه الصلاة وجعل ذلة وصغار على من خالف أمري دلي إيا فال حمو وقود عيا قفك أمرك النبي خلاف قفك علماء لده قالم ودين تلده قالم وتوحيد تلده قالم بأي اسم والله العظيم حوى شيعة يبقتي وشبه إلهي هلا قبقه سبحانه وتعالى وحالك قاضي فالحم وحتى قفك حتى وحيالها دي سجدنا أو علم نظيف أو فائدين أما نحو آخرنا أما في وح نظيف هدو شيء اللي ما أدري ردته وحي قراف هذا الردر بل قف محاو ملينا موحدة أما سنية أو علم شرعي وما أدري فائدين مرك وحاس وقال هلا سك إلهي لأن يا رب ذا أنا كفت نولي هل كان كلية مان إلى رب ملك سيجوك ما أنتظر العلماء أنت كفى إذا سله هاي تلفون هذا قرش يكون بحنا يا دتك شكامين تو هذا قرش يكون بحنا يا وقتك يكون بحي حساس ويد هذا الضبط عن علماء أنتو سودي علماء ذا مركز جوك تو حقنا إذا كم فى إذا سنة يا نين ملف دي وحبوا آخرين الله دريا ساس لها ساس لها درسي كجوجي والله وحيل شبه ين شيعدي ومنتظر كبنت سوا شيعدي وحيس كان لي راد منتظر وليه وإيمان صباح ما نجرو ما بدل محمد الحسن ما بدل أمبا من كاس أبيس أسوى واحد دلنا ودين علم مدي يدولة دي إسلام كي مسلم كورن وخلاف سنه ما أنت من كاس منتظر كهل سوا لما كان لي راد وحق الله عيسى حي ملك سوا جوجن ربنا لجوجن ملك سين لجوجن واح كسوى حوال منك أمد أفائلي أم بكعسين واح كلام يقاني مد ما صار لغلوق كجر عن علم آخر عن إله كعب صدى ويسوى حبك كفائدي سني أي ما ترقط عسوان فلان بدعي ونسوير كاس وسوير مركب منتظر أسوق إنسان زمان مد ما يلقون فلنا إله كعب سأنكدهن
كي علمك آه كفى إذا سلّى علوم هذا علمك لا تأجند إلهي كعب صد إلهي عبود لا تأجند وحوي هلب كذا عنا يسن صمان هلب كذا عنا وحبك كفى إذا يسن مايان إلهين وايد أجيها مسلم كن وايد أجيها كل أحد علوم هذا الدين تكل أحد هذيك لو والله العظيم وحوي قفك الدين تلا دجالها لن يعدوا قدره نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي ليري هل دلو مركي أنتوا ابن الصياد وحو قري الدخان وقري وحبو مرك وقرواي إلا نبي ما عن وقت الشيطان وحكين كنا الدخونها اخسأ فلن تعدوا قدركم ما شاء الله كباب ولا مش هذا مدافتي والله العظيم نكي توحيد يعلم ذا يخير كلا دجالما وحوي اخسأ فلن تعدوا قدرك خاتم ذي سي مش وجوعنا صافيري إله أنت تقبتر محي على علم ذا أشيء جيسانه ما لا يكون قرصان التلفون ذو كل أحد سقرشك تلفون أيه أبا هنا علم جاي ما ذا وكنا مساجد لغو أخري كان لغو أخري كان لغو أخري علم ذا علم جف فائدين سكوا عجلة دم كف فائدين هذه كلام ما له والله أنا إذن دلي إله كعب صدق سبحانه وتعالى نعم والمسلم وحاوصنا هذا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله من لقي الله قفك إلهي لكل ما لا يشرك به شيء أسون إلى أسر يالين دخل الجنة جنة أيوب قال ومن لقيه قفك لكل ما يشرك به شيء دخل النار فيه مسائل حديث كان مسائل بدنا كسوغان أولا قفا إذي سنعي معنى شيخ آذو فقه سوء بنيها والله يابس سوء آيات وقال صلى الله عليه وسلم عبد الوهاب الخوف من الأولى مد أجهرس الخوف من الشرك الشرك إن لقبق سيء مهم كان سمت إلى يحير إن الله لا يغفر أن يشرك به الثانية أن الرياء إنه ما أنت مركز استسك من الشرك أولى مركز استسك علم ذو حير هذا هذا قفك عملك مركز سمينا إله غير كسب أولى قصده عملك سوى بعض الحبك من جرا هذا مركو هراء عملك أنتو وقصدو إلهين ولقص إسوسنا وقص لنا أصدقنا وبعض المحبك مجرى وشرك عدو وحيسكو خلافان هذا أنتو مركو بالله إلهي وقصدو ونحذا الرياء كسوغش لابا مدوي إنو إسكباب بيو الرياء دي إسوسكي نحذا كجري إنو سيوت هذا إسكباب بيو عملك سوء سحمية لكن هذا يو كسير ما يستو علماء قارنا وحيليه نرتع عملك إنه كان مسقامة شك مجرم قار وحيليه أصل كيسوها صار لقبنا لكن عمل كيسوا مسقامة قارنا وحيليه أسقون وحيلك مجرم مرك حتى عملك هذا ودحض أكاغ صار دع وحير دحض الغباب يا مرك إلهنا وكريم الثالثة مدة صدحاتنا أنه من الشرك الأصغر والشرك غير معنى ريوه لكن مرة وينانا أصيبته مركز ده من شرك وين وسوي بدله أو مركز ده ما بعمل كان إله غير كأوسا ما يسواح كسبه شرك يويناي ونقنايا الرابعة إنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين وحلا جب قدتك وحقبض إنه شرك ريهم أخوف ما يخاف وحلا جب قوي منه حق سبه على الصالحين كسوبه تتكون أذكر ضد الكلبة سبب توام حبنا آدم إنه أسلط دق على ما هنا وحكجرت إلا أمان حتى هذول وعبادة أما علم حقا إن له أمان مجيء صحقا وما أنت مركز أصاب حق وحيالها سامر كذب ويحي مركها دوسا إسكالات دجال من سيد صحابة صحابة مسألة علمي هديل ويدي هبلوا أذيك الجواب هبلوا أذيك الجواب أنت من شيخ كوين أو جواب أحمد إيش الجواب تري أنت سوحي جديا علمكم مرة يحديد شيء يعني قصة لعلي أولو بهيا مركز سوحي كبقى ين عمل كودي إنه يشجعن أو يمارس لك شيء كيا مركز هذا سوكل إن الأدلة سجور قبوا نعم مركزتك بين آدك وحمد المدح وحيالها سامارت وكجر أما سيئوس الأغير وأسوء قليل مركز وإن للد قالم وحيولي جرى صفيان ما عالجت شيئا أشد علي من النيل وحمارت أن لد قالمه سحتان كوذي يقابين تدنيا ذي يقدر لم أكد لأنها تتقلب علي ويبقى دومي مركز قفك سوى قفك اسك ورقة بوال قفك اسك ورقة مركز ضلال وآذي يا مركز السادسة مدة صدحان الجمع إن لكل ميو بين قربهما ها صحوي الخامسة مدة قرب الجنة والنار نار الجنة بإني لويه سبت وامحي خفك وقتك سسو جيرد أمدوه هذا مركة توحيد يا خير أو كل انتنا جنة إرودة أتاغن هذه أو شرك يحمان أو كل انتنا نار إرودة أتاغن نبي حديث راكية الأقرب مارتي النار مارت أقرب إلى العبد من شراك النعل يعني كبت يلك ذوك هذا لو ذهيت
والجنة مثل ذلك وبالنار مثل ذلك. مركا لبدو قبطة سيال كذا ويكاقلو ذا سبطة محاكا حيقة إنا ديمتي لما تدي لما شدينا محينا نقول كرتا لحظة كستا أما دقيقة كستا نقول كرتا مركا إنا دكتونا نوال. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. حديث كلي إن لوكم يرواشد وليري من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. حديث كاس أكد السنان. السابعة أنه من لقيه قفك إلهي لكل ما لا يشرك به شيئا سوى العبادة وسرير مخلصة دخل الجنة يوقل إلهي أنا قد بكواس. ومن لقيه قفك لكل ما يشرك به شيئا أسوى إله أسرق يلينينا أسوى الله أسرق يلينا دخل النار نار يوقل. ولو كان هباء هذا من أعبد الناس فكن وعاد بنا سبطه من تصعومي كينسا من ألبا سبطه عبادة يرهبان يا نصارى كبدنا صمع ما حيكو دافع صمع مركا قفك دوسا موحد أو سنة هين فقل قرها عبادة هذا يحكوا لهم كرامات وليه عبادات وليه ورهت التوحيد كسحمه ويانا سماعه شرك بقل عبادة هدوس من صلاة انتو وبالله صلاة يصوم وكنا مين هدان توحيدك وسحمين وحيس عبادة سحبك من جيران سبطه أساسك أعماش محاقة إيمانك وتوحيدك إنه أسحمه قفه. الثامنة مدى سيدادنا أولاق قادنا بابك وحوي المسألة العظيمة مسألة وين أوامحي سؤال الخليل له صما خليل أويديسي إيه ولبنيه يعرور في سبب وقاية عبادة الأصنام أصنام عبادة إن لقى إلهي مركع عرور تينا وحنا لكربة توحيد كان أدرى دردارنا إن أن ما أنت مارك يساء أن أدر دارنا توحيد كالشركة أن كفو قينه وقونا الدعين أن دعنا إله توحيد كأنه المهني مجتمع عنا إله نقصه صما ووصى بها إبراهيم توحيد كبني ويعقوب يا بني ما ندوي وعرور كذا إن الله اصطفى لكم الدين الدين تو دين دارته فلا تموتون هذا مننا إلا وأنتم مسلمون أنكم مسلمين مسلمين ما أنا سكله كل مننا. التاسعة مدة سدحادنا المسألة العظيمة مسألة ذويمة سؤال ها التاسعة مدة سدحادنا اعتباره وحو آغي اللي هو عبرقاته وأيوه وحو كو عبرقاته بحال الأكثرين تتكبض لقولي قول في سوء يريو ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس أصنام تضد بدن الأميين كما آمن نميه صلى سبطة وحاوي نكي قير في لوحي رسوق يصدق سوما بيهجري وحوالالك أقول أعنوا أقول أعيا هذا كدك تونان وسعيد من وعد بغيره سعيدك وحاوي قفك كفا إذا يسته ضدك كلا وحيالها ما أنت معركة سأقول أعيا مركة شركة إنا كدك تونان وعن نبي سامرني إنا السحابة أي مارك النفاق سقعب سنجرو وحول هاي نكل ابن أبي مليكة أدركت 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق نفاق سقى بقيا مارك إنا نبقنوا شركة أن كبقنوا إلهي أن كبقنوا نوكري ألهي نوكري. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا يا كسوغا كما ذكره البخاري بخاري سيء أو شاغي مارك معنى باب قرآن تفسير لا إله إلا كسوغا وحوي إلا لا إله إلا نفي إثبات كسوء كومنت الصماء الوهية إن عدك سلودي ألانا لاصو مركا ننكي الوهية عدك سنتو ودي ألانا أصغوا موحد وتوحيد كأقول كل ما الجنة وقلبي ننكي أصغوا الوهية عدك أصغوا آيات انتنا وغير الله أصغوا ينا أصغوا مشرك ونار وقلبي مركا باب كننسى سوفا إذيني. الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك قفكي شرك كان بدقلة وحوي فضل بيس حتى ولو أهل كبائر بها هذا إنه قف كاس أو أساس أو هاي استقف ما دو توحيد كأنسى وحاله قاتان حد يقرأ على توحيد كالوجود هذا وحاجر ضد كان حوا أنت وأواش الشياطين كوصل لدن تمار قف كوا حي كلا دجال من توحيد ويل وحنا أنا مر أن لكل مي وحوا ضد كي هراء سقط دلير وحرتي شق نور كفا يستوى سقلاسان مكن دليل دليره استوى ناقصن بوا مرة هذه استقبل دليره لكن توحيدك ولي وأدقنا هذه الجنة وقصر لذا ما قان مجاور أنتم بورسدي أم بلا الجنة حواك وقصر لذا الجنة مركو حير وحير قال الدجال ما توحيدك سلادي باب كلا وسورة أن توحيدك أن كذا قافوا حلي وحير باب كلا سلادي يفر مركاسو حير أن توحيدك أن كذا قافوا
وحور ربا ودا انو صلاتي عبادته اي فر ان شركي سان او يهو المهم نكي مركز ما او كرست وحو ايشي يركاس وحوري انتو دنيغاس او لا سخدي نمانك شيادين تا اوليده شيغان شيادين تا لا سخدا وا اركي جرو دبلو شيادين ودا عابد مركو خيالان كبايس وحا كميد وحوري شيطان كاس وحي غلا دغالمي ان ان توحيد كتغو اسقو باب كعباده اي وخيال قال اي فر لا كحور وشركي انو غير adiga nin tooxid hore u fahmo aha tooxidkan ku adkaysto adiga markii dambe quraan lagu akhriyo dad badan akhyaar ninka adiga markii dambe alxamdulillah waaw caafimaad naxu bab du'a ila shahadati alla ilaha illa allah bab du'a in loo dadka loogu yeero adiga tooxidkii markuu qofka uu xaqiijiyo sawma saw al ilmu wal amal sawmahu thumma ad'a ila 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 tooxid sawma marka waati waay baab du'a in loogu yeero ila shahadati alla ilaha illa allah dadku inay ka marqaati kaan allah ma hana wax kale xaq lagu caabud inaan la tiin inay san jiro munaasabada oo baabki hor leeyahay waxa weey markii aan soo marnay fadliga tawxiid iyo in shirkiga maanta markaysa laga baqo oo tawxiid kale la xaqiyo shirkana laga baqo oo qofkii tawxiidka uu xaqiijiyo ayaa waxay keenaysa marka maadaama adiga aw ilaahay ku waafajiyay naftaada sacaadadeed iyo hanuunkeeda ilaahay uu ku waafajiyay nicmadan dadkii kala markay inaa ku marti qaad oo da meel la fariisay sababtoo fadliga ilaahay waa waasac mid kale sidii xoolo ma aanu hadaad bixisaaslada waa ka nusqaamayaano waxay waa cilmi waa dacwo cilmigii ku kordhay iimaankii ka kordhay qofkii adiga kugu soo hanuuna ama hidaaye islaamka uu ku soo galo ama cilmi u kordha ama sunno u kordha ama cibaado xataa u kororta waxa weeye iyadoo qofka ajarka laga nusqaamin ajarkiisa oo kale ayaad leedahay marka taasoo marka uu ka hadlayo iyo wa qawluhu tacaala waa anagii niri waxaa munaasab ahayd shiiqu inuu yirahdo qaala allahu tacaala allahu aclam sababtoo ah baabka wuxuu shiiqu u keenayaa aayaadkan inay macnaa baabkan uu guntay ay macna ay adkeeyaan wa qawluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi qul waxaa tidhaahdaa هذه مدان أن كتاغنها سبيل جد كيغو مدى أو كتاغيان وما حنا نبيه عليه الصلاة والسلام وحا أو كتاغيان وحاويان وطريقة عد أو توحيد إله إن عبادة الله قاري أو الله خلص عبادة أو مارتي أصنام يوحى إله سكد اللي عبد اللي قبر النقض ضاع عديس الله ويار مع سيادة إن لقتك الله ويار سبيل واجد كيغو واجدك أن كصعبه oon dadkan ugu yeeray adcuu ila allah yani dariiqadaasan ilaahay ugu yeerayo yacni ay ilaa cibaadati illahi waxdahu laa shariika lahu allah keligiis inaan caabudo ana aniga iyo waman itabacnay cidda iraacdaba ayagoo cilmi iyo basiiro ku sugan adcuu ila allah ilaah baan u yeeraya calaa basiiratin anoo cilmi iyo aragti ku sugan basiiradu marka waxa weey waxaa dadka ugu yeeraysaa diintana waa inaad taqaan ee qof jaahil maxamed ugu yeeray sama haba yaraatay waxaa taqaanoo inaa ugu yeertay qofka hadduu tawxiidka uu yaqaano xaaraamta aweyn uu yaqaano salaada in la tukado intaas ka ugu yeeray wixii kaloo fiqhi mutakhasisana culimmada u joogta oo dadka ku soo xirayaa markaas ana aniga oo man itabacni aniga iyo cidda iraacday macnaha waxay la wadaagaan dacwadana waa inay la wadaagaan cilmiga iyo basiirada ay la wadaagaan sababtoo calayhi salaatu wasalaam wixii loo soo dhiibay waxba nagama qari qur-aankii waa noo keenay xadiidkii waa noo keenay dariiqii khayrka waa noo furay adigaa la rabaa dariiqaas cilmigii iyo basiiradii iyo ikhlaaskii inaan la timaado ood nabiga aad ku dhiigatay calayhi salaatu wasalaam soo maa marka qofka isagoo aqoon iyo maanta ma arkaysaa marka aqoontu waa cilmiga diinta inaad taqaano dadka loo yeera xaalkooda iyo asaaliibta u munaasabana waa inaad taqaanid ilaa qofkii usluub fiican kaaga baahan haddaad si xun ula hadashid waa kaa sii didaya taasna waxaa fasiraysa qowluhu tacaala udcuu ilaa sabiili rabbika rabbigaaga jidkiisa ugu yeer bilxikmati xikmay mawcidatilxasan iyo mawcido wanaagsan wajaadilhum ladood bilatii hiya axsan qaabka ugu fiican ula dood ibnulqayim markuu aayadda fasiraya wuxuu dhaha dadku waa maraatib waa dad waxaa jira xaqa diyaar u ah oo aan bis waxay u baahan yahay in loo iftiimiyo dhag ama dadka caadi waa ku arkaysa ama ilmahana waad ku arkaysa cunug waxaa jira qur-aanka aan lagu dilaynin oo iska jecel oo khayrka iska jecel
بس وح كابن بس عشر كميرن وكذا دد وحاجر هدي وعد يا خير الله سمي يا خير كبس مال أي نورك أبو يفتين أبح هذا عم بهدو يسكر ريب الكريم كواس وحوي خير كم بالو شيغا دهديد إيو والي إيو منا ما كنا دقمي سبتوا قلبي جساد ديار واسع وبكر وكلا رضي الله عنه نوعنا وحوي وحيالك كله كم مشغول سينها قلبي جسوا في عيني هاي لكن وحياله وكم مشغول سينها وحيالك كلا وريرنا نوع عسوا كلا وام حي وحدوية رسا مركا ترغيب يترهيب استعمال تشويش كي واحد مسكح يس كجرا جو دقنا كل هالناس وحا كفر قال كرت ما يقول حجيس إيمانك وحبلي وحا كرت ما يثوابتيس وحا سأشيرس وحوا ودقي سنة وأكو قنعيا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وقف في هره وحق ديارس كلا أو ألقى السمع وهو شهيد كان كلنا وحوي وحقوبة هي إنه لوعديه وقلب جيس أو حوجا تفرق وحيالا وكبحيه وحسف عمره مركز وكفاءة السنة كان صدي حاد وحيوان من معاند أول كاس مرك ولا لدودي وحيالها وكل دقيقة يا لدودي جيد والبوق قال مرك على قبل حنية لكن أسلوبه ناقصنا مقنع هذا تمادي أو كان وديره كفر فما ولا زجرنا يا وعد وعيد هذا وقعن لي ماذا هذا مسلمين تمرك هذه أول ليهين جهات محل وجدي كواس وقرار الدين فينا قعن وكبابيان اللي سكعني أسأل وجدي مركو أساليب تاس أكلون مركو حارض والبقية قفل بحال في سواح مناسبة وين تقانبي مركو قف كدوس الدعوة أسوون دين تينا أقوني ضدك أحواش مناسبة أو سن أقوني يفسد أكثر مما يصلح وحق إصلاحنا وحاقبا وحق فسادنا يقول تعالى لا يقول كيسو يقول وحاتر على هذه مدة سبيل جدك يقوي أدعو وحان أيري إلى الله أي إلى عبادة الله وحده أيري عباد الله إن الله خلصه أو شرك جبري لقى النقض أو الله أوامرتي سلا أضيعه نواهدي سلا لقهر على بصيرة أنا جو أركتك وسكن علم يقين يوجاشه أو أقان دين تنا أقانه وحن ويري قف كله يرينا قابك مناسب اللي يقان أنا جم ما أنا أنا جا إيوه ما نتبعنا أنت الرعاه دعوة يبصيرة علم وإنا إلى وذا قام ولذلك بصيرة نصيب بين وحقولها صحابة رضي الله عنهم ثم تابعين في قرون الثلاثة يقولها يعلم ماذا عاملين مركزنا تقفك دينة إلهي سفة عن أبرت إخلاصنا لي ماذا آدنا إسوه هولة إلهي ووافجنا سبحانه وتعالى الله نبري وسبحان الله إلهي بأن نزهنه شرك يوحياله حسن كآه وسقجان ماذا ومشركين تقول الأردن إلهي كل نزه كسفين يال إلهي واكن نزهين إلهي نذو إليه يعدك للعابد ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله عدك للعباد بني نائي وحاس إلهي وكان الزهين وسبحان الله وما أنا أنيقنا مكمده من المشركين وكوة إلى أسرية الكامين أصلا بشرك أكثر إذا مكمينا مرقفك مؤمنك هل هيسكس وإنه صامر لكن هذا ترى المسلم آيات آخر نسيت شرك هنا سكسو حافستي سكسو قروب ستي سكسو قروب ستي والله والقوب قبنا ما قرأت آخرية أدوم بالوقت ولا مركز سيد النبي إبراهيم لو شرك ويرس ومركز نبي محمد أرسل الله أقول لقني وسبحان الله وما أنا من المشركين مركز بالك وإلا اسكفوا يا مظاهرتيس خبرتنا هذا حديث كبار ناشا ولي بالرعاية كلا وحيد هذا شرك قدتك وسود تكبا قرآن جسع ورقع صلحان وسبسبة كوسا عنيس ومبدئة قارئ كوسا قشمية أكتا سما وقرآن جو قد فجرت المقلس ومجدي بقى حسسيب أهو بارتر وقصة عصا ميا قدفت لقارة كوت المحاكة قانا ساسو كل بالك بسوا حبيبنا هذه ما مركو إنا فوجقنانو إلهي نقامبرينو وكم وقدسي نبي الله إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا نبي رسول سقفوا قيني عليه الصلاة والسلام وسبحان الله إلهي بكفوا قن شركي بقتي وما أنا أنقن ميه من المشركون مشركين تا وحان لو ذاقها بيارات ملها بريبان كلامي مركو وحن كل أحد نبابي كي دعوته توحيد كل وجي ياريو وعن من عباس وحاله قبري رضي الله عنه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما أنت مركي سئن أذير كيسوا عبد الله ابن عباس أسقى ير
أيوه ما أنت ماركيسا وصو إسلامي نبي كان أدعي عليه الصلاة والسلام حول أمرك فهميس أكيابه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل إله الدين تفهم سيبه ونهي تأويل كان ما أنت ماركيسا بر معنى قرآن كتفسير كيس ولذلك قرآن كتفسير كيس وحوك قاري مال أن إله أقيه سبحانه وتعالى يعلم قرآن بحر وحوي أن رماكري وأن يقول لهم أنهم حبر الأمة أمة دم عالم كودي ترجمان القرآن قرآن كان لك أفهيان كوه وقرآن كبر بحي معنى معاني ديس وأن يقول لهم سورة طول أما سورة البقر أنتو فسري هذا حالي قال هذا دي لم قلوا لهم لدي جرح دي مقلين حتى وإسلام الله بس حديثي بلاغ ديس رضي الله عنه وأرضاه مركا ننكاس من آد وعلم أود ذلك حتى مركا ونبي قد أنت عليه الصلاة والسلام أو الصحابة آذوا حبب برنتير زيد بن ثابت عمر بن الخطاب أنت سي أذب له برنتير آذوا عالم ونقضي هذه طائفة وكل انتي وقت جاء عبد الله بن الزبير أو مكأي وهايستي أصغى مارت هذه 68 نحن نقول سيديد دي أيو مارت بن انتي رضي الله عنه وأرضاه وحو عمر وحو قار أصغى إنا يرأى إنا ضدك مشاورة أو مارت للشورة أو مارت يعني عمر لطليين تيسين وكمين نقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن معاذ مركو يمن أبحي سنة كي طبانات أيودر معاذ رضي الله عنه يمن هو أدر أصي أبو موسى الأشعري مركا أصي لنا عن صنعاء يا لودري أبو موسى الأشعري لنا عذن لنا عاصى لودري مركا نبي ومركو لدر دار مؤوي له دان مالو سكوتي ماتان يسرا ولا تعسرا تدقى أفو ذي وعسلينين ومارت وبشرة ولا تنفرة تدخل بشاري وإلينينا وتضاوعة ولا تختلفة اسكدن بيها اسخلاف منه تدخل مسلمين تمام الذي سلت جوغانا دي علميين دي وحكا سيهم وإن مارت التعاون يولاد النمو يكال الدمين يكتمان صوت هذه تدخل علماء لها مؤذيالك اسخلافان ومدي رمبا اسكول لحدا عيسو ما مركا تدخل شقينا مركز علماء إنا اسعيدوا في دروس إبابيان شر أمبيك شقينا إلهي كعب سنة والله العظيم هديس إلهي كعب سنة إلهي إنه فضع حينا والعلماء يميل توحيد وكجر يدين للمدره قفكي لدرنا ميل حنا قدام بيس اسكجر وحيالها مقرد فضل وعن ابن عباس رضي الله عنه حال قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه لما بعث معاذا إلى اليمن مركو بحيه قال له حوير إنك تأتي وحاد تجيس ماشى أصعتد
قوما قوم ومدد ومن أهل الكتاب كمده يهود أهل الكتاب يا أقبلنا يمن مركي هرنا يهودي نمد وقت هري ساق شيء وحضارتي هر معرفة سبعينتي أي يهود ساق شيء تبعينتي أي علماء يهود انتو وتو دينتي يهود يكفها فيها ماشي مركي دينتي يهود يكفها فيها نصارى نمد ساق شيء نبقره كمده مركتك نصارى ده وكيف جوي قصة سورة المسمادات برد إشارة مركا مركو ددكي او قوي ايا روم ايا هالكا نصارى دي جوكتي ايا حبشة الله صلى الله عليه مركا حبشة مركا وحيدا دي نصارى دي هالكا جوكتي او قرمدا هالكا اسمرك الدولان اي يمن اي قصوا قادين اساس يمن اي قوقف سدين كريستاني مدي يكفافيين وكي ابرها كي حكومة يي الى وقت النبي مركو لأننا يا عليه صلى الله عليه وسلم ايا كعبادة صوى يا ربي هذه وقت يالكاس وقت أولو أيانين بحجر صاقع ومارت يمنتي كمدة فرصة ومركع إذا ما أودون تمرك سوى حبشة وصاقع عين ونوع قبل نمضان عمل مركع فرصة وصوتي حبشة دي مركع سياسي وكجبي لكن دين كنا سرعان مثلا وقدم بيسي يهود المدينة مركع وائي جوب تمرك لكن إنك سوى يمن أيد دعوة يكون إسلامي وعيدا هذا الله دري ما يصنعه نبي نقول كي أمانة عليه الصلاة والسلام ويرى الإيمان يمان والحكمة يمانية هذون وحياة هاي وقت ونبي يقول أنت عليه الصلاة والسلام حروب الردة يحروبه كلو كدم بي وفتوحات الإسلام كدتك هو أمداد بضم بي هاي المرة ومارت يعني جيش قربة حق جيش أيوك إيمان جي مركة مركة ودير هاي مركة ودات كمدها إسلامي مركة إسلامك مركة دحفة في أيو مركة ودير كدعاء هان أيو ودير مركة لكن يهود نمدي يا نصارى نمدي ماشي واجر تاس ويهودنا وحياة وقت هرة نصارى نمدنا وقت دبي ساق الشيء إلى وقت جاي مارت النبي قول الله وقتي حبشة ذي حكومة جرت يجو الدين تنصارى دول قال وحير إنك هذه تأتي قوما من أهل الكتاب يد تجيسا معنى وادت أقوان لواي إهدو مناظرة ذو ذي يقاب كنت حرة دعلا اسكجروا معنى قف وحيقان يقف جاهلة اسلوب ما نعم فليكن ها هذا أول ما تدعوهم إليه وحد ويرس شهادة أن لا إله إلا الله الله ما هنا إله فلو حق لو عابد إنه يسنجرين حنقة وحق أبوه الرأي أولوية إذن دعوة محالك بلاغي شهادة وحيو كتوسين المركة دينة إسلام كأهمية ذي كلا لها وهم دعوة الله قبل الله أما قفكم نبتيس أو قبل الله أما غير كهدي أو الدين براي أو قبل الله إنه دي توحيد ضد بدأنا ما أقلوا بحليين توحيد قلتان نين لقد قلتين حقا الرقائق دي وحيالة سنوغا الرقائق دي وحيالة هذا لا لكن الرقائق دي توحيد كيف أصبتوا لا إله إلا قف كيرا دخل الجنة قف كيلا وسن نار تيبو قل لكن الرقائق دي كوار يسوام إلا شرك نار وكجرة قف كيرا وكصاب توحيد كينا الجنة دي والوكلة الرقائق دي كوار يسوام قوامة مرك اهتمام توحيد هي على قاعدنه فليكن أول ما تدعو هذا مرك قف النبي من كيس خلافة وقف قلدهم هاي مرك فليكن ها هذا أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله الله ما نوحق له حق وعابد إنا سنجرين وأن محمدنا محمدنا هي رادك وأن حدك ما يصدر منها هو في رواية إلى أن يوحد الله إله إنا يوحدان رواياتك الوحق درس وأن محمد رسول الله نعم محمد إنه رسول كلاهية توادنا وحيلاته أن يوحد الله الله إنه يوحدان وأسميت فإنهم أطاعوك لذلك هذه أرنتها قوة دعام مطلقا نقرن هنا فأعلمهم وحاذوا بيسيسا أن الله إلهي افترض عليهم إنه كفر ذلك خمس صلوات شن صلاتات في كل يوم من همين كسي وليلة يدرار كستبا يوم مالين كسي يدرار كستبا مرك دين توادا مراتب قفك وحل وقضا وإسلام نمد إنه صدر وإنه توحيد كحق الجيل مركز كبعد عبادة إمارتي إيه كان صحيح توحيد كنا صلاة دي بكجر إلا إذا وحوي وتمرين كي التوحيد تدريب كي التوحيد أفر يلا بعتقص إلى عبادة سهر تادر هذا لا إله إلا وترد الصلاة كنيني محاكة السنة واحد من ماذا صلاة مرك ما علمت إله آد وحيد يسا الله أكبر آذان كي إقامة أشهد أن لا إله إلا تادر مرك وتطبيق عملي التوحيد قلبك كنت تدريبنا إذا توحيدك جوارح إذا كنت تدريبنا لسانك كنت تبرع إذا مركوا توحيدك يوم حوي فالقلق صلاة
فإنهم أطاعوك هذه كوا دعان لذلك فأعلمهم حاد ويسيسا أن الله ألا افترض عليهم أنه كفر لغلي صداقة صدقة وزكدي واجب كذا لو رجي ذلك توخذ لغا قاضي من أغنيائهم ذاتك وذو حيستا وتاجرينتا وهضنكا على فقراء فقراء ذا لغا قاضي فقراء لغا قاضي فترد وحلو علنيا على فقراء فقراء سلامكم ماهن استعماركم استعماركم مركي ودن قبصداء هنديو كلا مركز إنجليز وقبصداء إيا أفريق وحا الله وحي خيرات يدهب يدهب لندن وقبصداء هنديان وحي عورضك السلطان ما أنت ما هي سنقاري ثم وحي وعلاقيا لكن المسلمين مركي ميال تقال وحي خيراتك أمد أمبالو وهر مريم ثم ماهن استعمار الله وحا الله وحي خير من دينها الله صالح لا ما شجدك الدقال وهداية المصالح يعلم بردود مع الله وشقين المساكين كله ولذلك فقل ماذا قار وقبوله ودن انت زكاة لغا سوقا الله ميالك لما قيكر انك سوقولك مارتي مثل الشافعي هبقب لكن مارتي هدي لعلى مارتي ودن كان زكاة اي كبضت ودد كان سوباهد ميالك الاجلتان والله قادك نما لها لكن تحت وحيكو تدين شرع وعناية اوسية ومدى سمح يقول اللي يسكر عليه إن المارك وحده خيرات كذا آن مارك آن اللبوبي مارك وحي أيق زكده ذا ليش مدينة وح الله وحي هيسان مدينة الله من صار أيق قالوا قمام عدالة الدين تم الفير بس مارك أنت عدالة حمد وقد نسمي أو وح مدى خيرات كنا أو أدنص والدين كي بابي وحكس وكل أي خير عن الدين فرشة ما حد ما مدى إسلام كحلارة أيه زكي مارك إيمان هي مارك سأيق مسلم كي عوان كديجين قال ذي كرس وقاذن مركز الجوكتي مركز في حكولي هذا حضارة انتو كدروا هذا قوة مالك سمع عدالة دروا فإنهم أطاعوك فأعلم أغيسي أن الله قد افترض عليهم أنه كفر أن الله افترض عليهم صدقة صدقة وزكاة وخذوا لك قاذي من أغنيائهم تذكوا ذات يقتون فترد الله علينا على فقرائهم فقراء ذو تذكوا مركز فقراء هدي لك شيء مسكين كنا وكل حجرة فإنهم أطاعوك لذلك فإياك إسكجر وكرائم أموالهم حوله هذا خلقا زكذا وحوي منك مالك أو زكذا لقى قاضا ينا لما أقل حوله اللي يتو مقونة حوله اللي يتو لصاصعة واللي يتو مد جبن إي مد جيس يقش إنه صوقا حولها خلقا أما النافك مدقا هو عانها بضل أما مركز حشر لا ليس أما النافك هلبك جركا وقوس الرأيو حولها كجرة حالا حلكا لغا مقال حالا اللي يتنا مقونا دان صومالي مقونا معناه واحد مارك الدليل يرى ذاكين حاسك توري سدوا ولا تيمم الخبيثة بالطيب وخبيث كاسا واحد مقونا ذا اللي يتوا لكن محالا قادا حالا دحنا حتى لغا قادا إلا وحوي دتك فقرادنا حق إليهن قفك مالك قانا حق إليهن حق فقراد وحاكمين النيف اللي تينا حالا لغا صوقب وإبر وقيمة لها حق مالكنا وحاكمين حوالي سحلك أو نافك مارت يعني حوالها مارت لا دحمره إن لقى قادة يعني ناف مرت وصل على السوق واتقين إيه فإياك إسكجر وكرائم أموالهم حوله هذا ومناكسن يعني ناف نحن هذا كقاد واتق إسكلا إلاليو دعوة المظلوم قفك للدنيا دعوة لي صوت ضدك إذا كذا الله ودري هدوس إلهي كعب سنين وحاد أكر ضدك إنه ظلمي تدبذ الوقت يا عثمان ay ku sheegay jiray nimanka soo caada inay dulmiyaan oo dadka ay dhibaato u geysan qofka doonaya cadaalad uu sameeyneen baawarkiisa nufuudkiisa waxa uu isticmaalaa si qaldan uu isticmaalayaa marka dadkii marka dulminayaan marka nabigu taas uu ka digay ila abadil aabidiin wattaq iska ila da'wata al-madlum qata'a habartay walaw qalba ha ahaade fa inna shani laysa baynaha qofka habaarkiisa la dulmiyay iyo wa bayna allah ila dhaxis xijaab ma dhaxay hore laga aqbalay maalin un bay maartay qofka ay maartay ay ku soo degaysaa sababtoo ah dadka daalimiinta goor un baa la ciqaaba walahuma wax marka xadiisku waxa laga qaadanaya nabiga kaleey salaatu salaam markii macad oo diray wax horay yira waxa ugu horeeyso dadka ugu yartaa noqdeen tooxid kale isugu yareen walahuma waxaan u sugnaaday muslim iyo bukhari aan sahal ibn sa'd ibn malik ibn khalid al ansari sa'id ayal yiraahda أصبحنا حديث بدن بقوله هاي عاصقي أبيس بمارت ولا بس حاجوا نن كانوا حاولوا أنتي سديت إن سديت دي مركي هجرة دوها أصبح بقول كلاف نعم مركو حكم إذا
الصحابه يعني دك الصحابه ودن بيو كميده الا سديتن يسديدي معها سغال دك معناها انا سا وحير كدمي سغاشن يحول انت سدح لي نينك لا كدمي او 110 كي دنتي ما غرض نينك لا كدمي ابو الطفيل مارك نينك الجيران أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول يوم خيبر خيبر ما لنتي يوم خيبر سلحة الحديبية هي فتح مكة وقل حيدي ما قرد سنة كي لحال من سنة دباد مذا قال وحول مركا مركي للدولي يهودا مركا ميشا دقنا ذو قال عاد وين بيقول هذا دور قربة للدولي والدقال ما يحوقا مركا ومارك قبس سودي أيا أتكات مركي دنبقه قبس سودي أتكاتي أيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم خيبر لو عدينا وانسينيا الراية علنك وحنسينيا غدا ننكاسو رجلا ننكاسو يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله الله يرسول في سبب جعل ويحبه الله ورسوله أسونا الله يرسول في سنة جعله يفتح الله إلهي سبحانه وتعالى وكبولين ومقالنا لفرنا على يديه لبدي سقحمه معنى قيادة ديس أيام مارك الوجول السنة إلى مارك هروي أتكاتي أو لبا طب ضم بمارك هي مسلمين تكقب ستي حاجة لكن ويرك يحصارك مارك والوهي مارك النبي عليه الصلاة والسلام وحب الله قاضي بري إن مارك قف علم كلو ديبه قف كاسنا إلهي رسولك سن إجعليهن إلهي رسولك سن إجعليهن قف كاسنا مارك أقول إلهي قعندس وكنا للدور فبات الناس دتك باب بريهمينك يدوكون ما يدين قرآن يدوكون واو يدوكون أيقو نقاشي ليلة مهمينكون وريا ويقفك اللودي بدون يا لسيني يا قفل بار وهمينك عمر أولي هاي ما أحببت الإمارة إلا ليلة إذن ولقي ماذا حنما مت من إلا همينك اسمها همينك اسمح كل مت مننا إلهي رسولك ساجع لي رسولك ساجع لي مرخاتي لا سنكرهوه نعم فبات الناس في وحيبر يدوكون أيغو نقاشا ليلتهم أيغو محك نقاشا أيهم يعطاها يا ويقفك لسيندهم فلما أصبحوا مركي وابريستين غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يدعيكو كله ولبرقي قوادها وخطرتها وصحابتكم إذا رضي الله عنه كلهم إذو البابا يرجوا أسقوا رجيني أن يعطاها إلا الصيد مركة هل كان حديثك يحب الله يحبه الله ورسوله مركة الله محبة الله ورسوله كان متكلمين تمو أقلوا وحين محبة قلب الجلاعي كان إله الله ورسوله ما وحل وجد الثواب والثواب انتوا وحكا لمحبة الله وحكا هذه وحاجرتا قف آد جعشها وذن وحنا سينين أنا ما أكاق باهم مدى هذا جعلنا لكن كل ذو توحد سينيس ثم مركب محبد وهو حقل قيمه كفر لذا إلهي محبدي سنة وحوي مد بخلوق ومعك نعم فلما أصبحوا ذلك مركب وابرسين غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ذلك يرجو أسوى رجينا أن يعضاها إلا سيه فقال مركب السحوري أين علي بن أبي طالب عن يبقى أبي طالب حقيبه آذي مركب ووجرنا دافه قبل انتو هري أيو مركب ما حتى سوجروا علي من رسولك تكهاري كرتا مركز وصوه جرنا وصابح همين كاسو بس يقول للربابة فقيل وحالي هو يشتكي من عينه إشا حنون يسود دافع يوقبا فأرسلوا إليه ويعدرين فأتي به والك يعني سوى قعنت اللهم فبسق في عينيه قعنت على بدي وطفه وأدعيه مركز معجزات كسي كمتا ودعا له أدعيه فبراء ورئيستيقه قال لم يكن به وجع من حن هاي وما باهم داو حقا قوجا لو في سبا يا عبا رسل يبر يا قوسا نقنا ما فقل داو معجزانا كوينات داو من صلى الله عليه وسلم فبراء وهو الرئيس قال لم يكن به وجع وايضا وحن ايسن جرينبا فاعطاه الرايه الرايدي علن كي وديبي فقال مركز سحر انفض صعق امرت يعني جدك مر او جيح على رسلك ترتيرتا اديقون ارض يا قيلو يا بوق يا سواحل جهادك يا سواحلك يا قيلده بدل ما اوكل ان حقات الهي ان شاء الله اكبر سبحان الله ما هنا قيلده بدل ما اوكل حتى تنزل الى اد كدفت بساحتهم هيراركود ادو دوات عدو ادو مركه دغال كو قادي ثم من الاسلام اسلام نمد اوغيا
يتوحيدك وياه. وأخبرهم حقو خبرته بما يجب عليهم وحقو واجب من حق الله تعالى في حق الله. دين ته وحقو واجب. هذه إسلاما مارت وحب واجب واجباتك لقرب حرامك وحيالات مهماتك. سيأيغو على قناعة إسلامك يقص وقلا. وإسلامك شرائع إنسان الله بنايا. وأخبرهم وشيغو بما يجب عليهم وحقو واجب من حق الله تعالى حق الله فيه إسلام ماذا وحقو واجب. مركز وحوشيغ يا مركز دعوة أدتك أبد بنس إيه جهادك فضلك إيلاد فوالله بان كل دارتي إلا أن جهادك مصلحة لك ومدى إن لها وحوم باب إيمان ركا الله إيمان ركا الله إيمان مصلحة لك تحق الجنة إنت يا مركز دقالك إلا قلن وحاصلنا أدتك دعوة إن الله بانه فوالله بان كل دارتي لأن يهدي الله إله إنه كوهنني بك عذيك وسبب أدنك الرجل أني واحدة كلية أي خير مارتك خير بدن أو لك أذيغ من حمر النعم قيل قد تجدين وقيل هرميغ عرق ويجعل وعان بدن قيل هورك مارك إرادان قيف وخبير فالجوة وحال دقيق خير لك أي خير بدن من حمر النعم يدوكون معنا يخوضون أي مارتك لحد دبالان أو نقاشيان والله أعلم صلى الله على محمد الله صلى الله عليه وسلم.